فأدخله أبوه حلقة الإمام جابر بن زيد ليغترف من علم ذلك التابعي الكبير الذي تتلمذ على كبار الصحابة، منهم 70 بدريا وحوى ما عندهم من العلم هذا الإمام جابر. فأخذ الإمام أبو عبيدة العلم من الإمام جابر، وهناك له شيوخ منهم، أي أبو عبيدة له شيوخ منهم صحار بن العباس العبدي، هذا صحابي من عمان، ومنهم جعفر بن السماك العبدي أيضا أخذ منهم العلم الإمام أبو عبيدة مع العلم الذي أخذه من عند الإمام جابر بن زيد رحمه الله. بيد أن الإمام أبو عبيدة بز أقرانه، فاق على أقرانه وفاق على شيوخه، فاق على تلك نعمة وفضل وهبة من الله عز وجل. الإمام أبو عبيدة تعرض لأذى، فقد سجنه الحجاج بن يوسف الثقفي، وظل في السجن إلى أن توفي الحجاج 95. بعد ذلك أفرج عنه، وكان معه مجموعة من أصحابه كظمام رحمه الله، ظمام بن السائب، حتى أن ظمام كان أحيانا في السجن يتبرم، يتضجر، يضيق، ويقول له الإمام أبو عبيدة رحمه الله: على من تضيق يا ظمام؟ على من تضيق يا ظمام؟ فأفرج عنهم بعد وفاة الحجاج بن يوسف، وبعد وفاة الإمام جابر رحمه الله في 96 للهجرة على أرجح الأقوال وهو الصحيح، خلف أبو عبيدة الإمام جابر، خلف الإمام جابر في رئاسة الإباضية، وأصبح هو المرجع لهم، وقد جمع بين الإمامة العلمية التي كانت في شخص الإمام جابر وبين الزعامة السياسية التي كانت في شخص عبد الله بن إباض التميمي رحمهم الله تعالى جميعا، لأنه هذا الرجل كان محنكا سياسيا، وكان أيضا مناظرا متمكنا، يناظر العلماء منهم واصل بن عطاء كما تذكر القصة، وأول من ذكرها على ما أحسب حسب علم المتواضع، أول من ذكرها الدرجيني في كتابه طبقات المشايخ، أول من ذكر هذه القصة، مناقشة الإمام أبي عبيدة مع واصل بن عطاء أثناء عندما وجده في الطواف. لكن بغض النظر كان رجلا يعني فصيحا الإمام أبو عبيدة، ويمتلك الحجة والبرهان على إقامة والأدلة على إقامة الحجج وعلى المناظرة. التف حوله كثير من طلبة العلم بما فيهم أصحابه أو زملاه الذين تتلمذوا على يد الإمام جابر، أصبحوا تحت إمرته، هو أصبح الشيخ لهم، المعلم، المرشد، الإمام أبو عبيدة رحمه الله.